أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا شرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأدلته النقلية. قد وصلنا فيه إلى آخر مندوبات الصلاة وحديث الشيخ عن السترة، السترة للإمام والفز. ووصلنا عند قول الشيخ: وأذن مار غير طائف ومصل له مندوحة. ومصل تعرض. بعد أن ذكر الشيخ حكم السترة وأنها مستحبة للإمام والفذ، يعني إذا خشي مرور أحد، أما إذا كان يصلي مثلا في مسجد ولا يخشى المرور يبقى لا، غير مطلوبة في حقهم. ومن ثم كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السوال، يعني يصلي بجوار العمود عن يمينه أو عن يساره أو أمامه، يعني يجعل العمود أمامه أو ينحرف يمينا أو يسارا. لكن الاستحباب عند خشية المرور، أما إذا لم يخشى فليصلي في أي مكان من المسجد بلا سفرة. ثم قال: وأثم مار بين يدي المصلي فيما يستحقه من محل صلاته، صلى لسترة أم لا؟ يبقى موضع حرمة المرور بين يدي المصلي فيما يستحقه من محل صلاته. الذي يستحقه من محل صلاته هو موضع السجود، يعني مقدار 120 سنتي على الأكثر. وكان صلى الله عليه وسلم حين يضع سترة يجعل بين موضع سجوده وموضع والسترة مقدار مرور الشاة، مرور الشاة يعني 30 سنتي أو 40 سنتي. وإذن يجوز للمرء أن يمر فيما بعد ذلك، يعني بعد 120 سنتي أو 130 سنتي، زي نظام المكت الآن. المسليات دي تعتبر محددة لموضع السجود
أو ما يستحقه المصلي من حرمة. يعني إذا حينما يقف المصلي يصلي مثلا، يبقى من بعد الخط يمر الإنسان. ليه؟ لأنه ليس بين يدي المصلي، لأن نص الحديث في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المرء بين يدي المصلي، ولم يقل أمام المصلي. لو قال أمام يبقى إلى ما شاء الله، لكن بين يدي يبقى يعني موضع السجود، يعني هو يمر بين يديه. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا صلى أحدكم فأراد أن يمر مرا فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. حتى العلماء قالوا لو دفع مصلي رجلا يريد أن يمر بين يديه دفعة فمات فدمه حدث، يعني لا دية له. ليه؟ لأنه يرتكب إثما حينما يمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقاتله فإنه شيطان، يعني أول حال يدفع. إن أبى قال فليقاتله، يعني ممكن يضربه، فإنه شيطان، لأنه ما يمرش بين يدي المصلي إلا إيه؟ إلا الشيطان. قالوا حتى لو وكزه هكذا مثلا فمات فلا دية له، هكذا قال أهل العلم يعني. نعم. ننظر يعني إلى الحكم الشرعي في من يتعدى على حرمة المصلي، ولذلك اسمه حريم المصلي. حريم يعني المكان الذي يحرم المرور فيه بين يديه. وشوف لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 قيل 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة يقف ولا يمر. لو عرف الإثم، عظم الإثم في المرور، يعني حتى لو 40 يوم أقل شيء، يعني وقوف 40 يوم قليل، ولا يستطيع أن يقف 40 دقيقة، يعني حتى ولو صلى لغير سترة، حتى ولو صلى لغير سترة، فلا يجوز المرور بين يديه. لكن غير طائف بالبيت، غير طائف بالبيت، فالذي يطوف بالبيت الحرام الكعبة ورجل يصلي فيمر الطائف أمامه لا شيء عليه، لأن الطائف في صلاة وأنت تصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يصلي ولا يبالي أن يمر الطائف بين يديه عند الكعبة. فمستثنى، يعني مستثنى من حرمة المرور اللي هو الطائف. ومين تاني؟ المصلي. قال غير طائف وغير مصل أي محرم بصلاة جاز له المرور لسترة أو لسد فرجة بصف أو لغسل رعاف. فالطائف والمصلي لا حرمة عليهما إذا مر بين يدي المصلي ولو كان لهما مندوحة. يعني أحيانا المصلي مثلا هيسد فرجة فيجوز أن يمر أمام المصلين ويسد الفرجة، يعني واحد خرج من صف ويدخل الصف الثاني، فالفرجة مش أمامه، هيمشي كده ويخش، يعني يدخل يمين أو يسار ويدخل، فهيمر بين المصلين، فالمصلي يمر بين يدي المصلين بين الصفوف.
حتى ولو كان مثلا هيخرج لغسل الدم مثلا، او حصل عذر في الصلاه، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا احدث احدكم وهو يصلي فليضع يده على انفه وليخرج. وبرضه ده ايه؟ يخرج ويمر بين المصلي يدي المصلين ولا اثم عليه، لانه منهوش طبعا ايه مندوحه الا كده، يعني لابد ان يخرج، فلا بد ان يمر ايه بين يدي المصلين فلا اثم عليه، يعني هو مرخص له هذا. قال حتى ولو كان له مندوحه يعني طريق اخرى يخرج منها، يعني مثلا هو في اخر صف فممكن يرجع لورا ويخرج، لكن هو دخل لقدام ومشى بين يدي الصف جائز. هما ليه مندوحه انه يرجع لورا؟ لا، هو خرج دخل لقدام ومر بين الصفوف وخرج، هذا لا شيء عليه. يبقى الطائف والمصلي مستثنى من الإثم في المرور بين يدي المصلي. والدليل على أن المصلي اللي بيصلي في جماعة يجوز له المرور بين الصفوف، قالوا لأن سترة الإمام سترة المأموم. ففي البخاري مسلم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على أتان، يعني حمار، وأنا يومئذ غلام، يعني قد نهزت الاحتلام، يعني نقول فوق العشرة، يعني 12 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منن، هناك في مسجد الخيف في منن. قال فمررت بين يدي الصف، مررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد عليه. يعني سيدنا عبد الله بن عباس نزل من فوق الحمار ودخل بين الصفوف ليصلي، يعني كان يخش فرجة فدخل ومشى بين الصفوف وصلى، زي ما أنت بتشوف كده في الحرم أحيانا الناس يخشوا بين الصفوف بيبقى فيه فرج، فيخش بين الصفوف عشان يسد ايه اي فرجة او يكمل نقص اي صف، وده برضو ايه مستثنى من المرور، ده الدليل يعني. وآسم مار غير طائف وغير مسلم له مندوحة، يعني له طريق ممكن يخرج منها ولا يمر، وله مندوح اي سعه وطريق غير ما بين يدي المسلم. اما اذا لم يكن له طريق الا بين يدي المصلي، قال فلا اثم عليه ان احتاج للمرور. واحد مثلا بيصلي في طريق مدخل المسجد، فكل اللي هيخش لابد ان يمر بين يديه، لان مفيش طريق اخر يدخل منه، يعني هو باب واحد. واحد من المصلين على اول الباب راح وقف يصلي، يبقى كل اللي هيدخل لابد ان يمر، لان المسجد ملهوش باب الا هذا. لو ليه باب اخر، يعني باب اهو وباب التاني جرد، يبقى خلاص يبقى يخش من الباب الاخر ويترك الباب اللي هو فيه واحد بيصلي. فاذا مر وله طريق اخر يأسف، اما اذا لم يكن له طريق يبقى يمر ولا يأسف. وبعدين الشيخ برضو الشيخ الدردب الضوام نبه على ايه؟ المصلي نفسه، ونبه على المار، قال وآثم مار بين يدي المصلي غير الطائف وغير المصلي وله مندوح. وآثم مصلي تعرض بصلاته
من غير سترة في محل يظن به المرور، زي اللي بيصلي في مدخل المسجد أو طريق الناس إلى المسجد، زي اللي بيصلي مثلاً عند الميضة الحنفيات، فكل اللي خلص وضوء يعدي من أمامه وهو نفسه لم يضع سترة. هو المفروض اللي هيصلي في مكان زي كده يضع سترة ويجعل الناس يمرون بعد الايه؟ السترة. هو لم يضع سترة. يبقى هنا الذي يأثم مين؟ المصلي. ليه؟ لأن هو تعرض للمرور. يعني عرض الناس لأن يمروا بين يديه. لم يضع سترة والمكان ضيق. يبقى هنا يأثم المصلي ولا يأثم المار. الشيخ الدردي هنا بيقول ايه؟ فقد يأثمان معا. قال اذا كان المار له طريق والمصلي تعرض، زي ما ضربت مثلا بالبابين، مصلي تعرض وصلى امام الايه؟ الباب، والمار ممكن يمر من الباب الثاني، لا لكن دخل ومر امام المصلي. يبقى يأثم المصلي ويأثم المار، لأن المصلي تعرض وصلى في مكان لا بد من المرور بين يديه ولم يضع سترة، والمار كان ممكن يلف من الباب الثاني لكن ترك الباب الثاني ودخل من الباب الأول ومر بين يدي المصلي. يبقى يأثمان معا، المصلي المتعرض والمار الذي يمكن أن يمر من طريق الأخر. وقد يأثم أحدهما فقط، يعني يأثم المار ولا يأثم المصلي. إذا المصلي بيصلي في مكان غير متعرض، يعني بيصلي وسط المسجد، والمار ممكن يمر من وراء المصلي أو عن يمينه أو عن يساره، هو تعمد أن يمر بين يديه. يبقى يأثم المار ولا يأثم المصلي، لأن المصلي لم يتعرض. أو واحد مثلا بيصلي بينه وبين العمود، فراح جاي واحد مثلا شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، ومر بين العمود اللي هو الستر يعتبر وبين المصلي، يبقى ده متعمد وده الشيطان ده اللي يقاتل. يبقى هنا يأثم المار ولا يأثم المصلي. وقد يأثم المصلي ولا يأثم المار، اللي هو المصلي اللي بيصلي في الطريق، والمار ملهوش طريق إلا ده، اللي هو بيصلي أمام الباب الواحد للمسجد، فكل اللي يمر يأثم المصلي، والمار معلوش حاجة لأنه ملهش طريق إلا هذا. يبقى هنا يأثم المصلي ولا يأثم المار. وقد لا يأثمان معا، قد لا يأثمان، لا يأثم المصلي ولا يأثم الايه؟ المار، اللي هي المسألة اللي ايه؟ يعتبر الرابعة دي. ده هنا مثلا المصلي بيصلي في مكان والمار، يعني هو لم يتعرض المصلي انما صلى في مكان واراد المار ان يمر ومفيش طريق الا امام المصلي، زي اللي حصل عنده رعاف، حصل عنده ايه؟ رعاف، فامسك بانفه وخرج او احدث في الصلاه. يبقى هنا لا ياثم المار ولا ياثم المصلي، لا ياثمان المار، لانه ضروره، المار يمر للضروره والمصلي لم يتعرض، انما صلى في مكانه مثلا في الصف
هنا لها ثمان ايه؟ معنى. دي اربع مسائل. بعد كده هات ايه؟ خلي بالك حكم المرور بين هذا المصلي في الحرم. دي مسألة مهمة والناس طبعا ايه بيفتوا فيها من غير علم، ويقول لك الحرم يعني ليس كغيره من المساجد. هو ليس كغيره صحيح، لكن له احكام في المرور خاصه به برضه. اولا المسجد النبوي كسائر المساجد، فاللي انت بتشوفه في الحج ده والناس يعني ايه بيتساهلوا في المرور بين يدي المسلمين، ده اسم زي اي مسجد. والزحمه يعني ليست ايه؟ ليست عذرا. يقول لك ده زحمه، لا. ليه؟ لانه الان مثلا فيه طرق للمرور الان. يبقى اي واحد يتعرض للمرور يصلي في الطرق يأثم بعدد من يمر بين يديه. يعني لو ألف واحد عدوا قدامه يبقى هو الآسف. ليه؟ لأن الحرم واسع، ممكن يصلي في أي مكان محدش يمر قدامه. لكن ده إيه؟ بيصلي في أي مكان، خد بالك؟ ما بينظرش إيه لحكاية المرور دي. لكن لا، يعني المتعرض للمرور يبقى من يأثم، اللي هو المصلي يعني. المصلي الذي يتعرض ويصلي في مكان يمر بين يديه الناس هو الآثم وليس المرور. والذي يمشي بين الصفوف يترك الطرق اللي فيها المشي ويمشي بين الصفوف ويمر بين يدي المصلين يأثم، ولو مر أمام ألف مصلي، لأن أحيانا يمشي في الحرم يعني بالمئتين تلتمئة متر، يعد ممكن أمام ألف مصلي بألف اسم. استهتار، خلي بالك، يعني مفيش أحكام خاصة بالمسجد النبوي. المسجد النبوي زي أي مسجد. والآن فيه طرق محددة للدخول والمرور فيها، فلا يجوز للمصلي أن يصلي في الطرق حتى لا يأثم. والمار لا يجوز له أن يمر بين يدي الناس المصلين وغير المصلين، يمشي وسط الناس. فطبعا الناس الجالس والمصلي، الجالس والمصلي، فهو طبعا يمشي، بل ان الحرم ده ما فيش حاجه يعني. ازاي؟ ما فيش احاديث تدل على ان المسجد النبوي ده له احكام خاصه في المرور. لا، ما فيش. انما الحرم المكي علشان فيه طواف، هنا عادي بيحصل فيه المرور غصب عن الناس. يعني الناس يصلون حول الكعبة، لأن الاتجاه لعين الكعبة ده إيه؟ شرط في صحة الصلاة. فأحيانا الإنسان يقترب من الكعبة ويقرب على الطواف، فالطواف كله بيمر إيه؟ بين يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا ولا يبالي بمن يمر بين يديه. يبقى ده في حكم خاصة. فهنا الشيخ الصفت المالكي فصل وقال المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي إما حرام وإما مكروه وإما جائز. متى يكون حراما؟ إذا صلى المصلي في الحرم المكي لسترة، يعني وضع سترة. أحيانا يضع مثلا كرسي، أحيانا يضع شنطة، أحيانا يضع شال أو ملحفة أو أي شيء
خلاص اي ستر. فهنا طبعا والمار له طريق اخر يمر منه ورا المصلي عن يمين وعن يسار وبعيد عنه، فاذا مر بينه وبين الستره يبقى حرام عليه. يعني ساعات تلاقي واحد حاطط حاجه وبيصلي في الحرم او في غير الحرم لا يجوز لك المرور حتى في الحرم. هو الناس برضو ايه بعيد عن الكعبه في البوابه بتاعت المسجد وسط الناس بتتمختر ويمشي المصلي بيصلي ويعدي فوق راس المصلي، يعدي فوق رقبته، يعدي فوق ظهره، احيانا يعني يضع رجله عليه ايه يعني ترخص في غير موضعه من قبل. وهناك يعني سعه للمرور بعيد، لكن الناس بيحصل عندها انفلات في الحرم. ده الذنب هنا مضاعف، وفي المسجد النبوي الذنوب في المدينه مضاعفه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال على المدينه من احدث فيها احدثا او اوى محدثا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني فريضه ولا نافله. اللي هو يذنب في المدينه مش في المسجد النبوي. فالمرور بين يدي المصلي ده عظيمه من العظائم، كبيره من الكبائر. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقف 40 خير له من ان يمر بين يدي لو عرف الاسم، يعني انه اسم عظيم. وفي المدينه يضعف تاني، وفي مكه عاد يضعف اكثر واكثر وهكذا. فما دام المصلي في الحرم المكي يصلي بستره لا يجوز المرور بين يدي، لأنه فيش رخصة خاصة بإيه؟ بالحرم المكي إذا صلى المصلي لسترة. الشيخ هنا بيقول حرام. طيب إلا إذا كان طائفا أو مصليا. الطائف يمر بين المصلي والستر، والمصلي أيضا يمر بين المصلي والستر كسائر المساجد. لكن مرور كده من غير صلاة ولا طواف بين المصلي والسترة حرام كسائر المساجد. خلي بالك من المسألة. ده المصلي اللي هو هيمشي لسد فرجة أو خارج لضرورة، حصل حدث فخارج ماشي، فده يمشي بين الصفوف. أيوة هذا المصلي، لكن المصلي نفسه مش هيمشي. المصلي هيمشي بضرورة لسد فرجة أو لحدث أو لغسل وعافر شكل. طيب المكروه اللي هو من صلى فيه في الحرم يعني لسترة، صلى فيه لسترة. والمر له مندوحة ممكن يمر بعيد لكنه طائف. فالطائف لو المصلي أمامه عنده سترة يجوز له أن يمر بين يديه مع الكراهة، ويجوز أن يمر من طريق أوسع، يعني يمر وراه او بعيد عن يعني الستره. فهنا اللي اخرجه من الحرمه الطواف. الطواف يعني احيانا بعض الناس يجي في حاشيه الطواف يحط ستره ويصلي، فيكره للايه للطائف انه يعدي بينه وبين الستره ما دام ليه طريق تاني. يعني يمر وراء المصلي يا بعد الستر، ويكره له ان يمر بين الستر. لكن عشان هو طائف احنا قلنا ده مصلي وده مصلي، فيجوز له ان يمر بين الستره وبين المصلي ما دام طائف. مش احيانا تلاقي واحد حاطط شمسيه مثلا ستره
عند حاشية الطواف على آخر الطواف، وبعض الناس يمر بينه وبين الستر، وبعض الناس ما يرضاش يمر وراء أو يمر قدام الستر. لكن ده جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. بعد كده اللي هو ايه القسم الثالث اللي هو الجائز، المرور الجائز في الحرم. جائز يعني لا اسم فيه ولا كراهة فيه. قال هذا أقسام. قال من صلى لغير سترة والمار غير طائف وغير مسلم. قال ايه؟ وله مندوحة. وله ايه؟ مندوحة، يعني واحد بيصلي في مكان في الحرم والمار ممكن يعني يمر بعيد عنه، لكن لشدة الازدحام فبيمر امامه. قال فهنا الترخص لشدة الايه؟ الازدحام، بس المصلي يصلي من غير سترة. يعني قلنا لو في سترة يبقى حرام. لو في سترة وبيصلي بعيد عن الطواف، يصلي تحت بواقي المسجد. إذا صلى السترة يبقى يحرم المرور بين يديه، صلى غير سترة قال يجوز لكثرة المرور عند الازدحام كما في رمضان أو في الحج. يبقى في ازدحام شديد، فهنا ما دام المصلي يصلي من غير سترة يبقى يجوز للمار أن يمر بين يديه. لكن لو وضع سترة يبقى حدد المكان اللي هو بيصلي فيه، ما حدش يمر بين يديه إلا عند الضرورة، إذا ما كانش ليه طريق إلا هي دي. بس يعني الحرم بالذات، الحرم المكي خاصة، علشان فيه ازدحام شديد، فالإنسان ما يمرش بين يدي المصلي إلا عند الضرورة القصوى. عند الضرورة، ما دام فيه طريق بعيد عنه يمين أو شمال أو بعيد عن محل السجود يبقى يمر. لكن التهاون خطأ، أو مفكر إنه إيه الحرم المهدي ده مرخص فيه المرور، لا مفيش أحاديث تدل على هذا، مفيش إلا يعني حاشية الطواف فقط اللي هي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكان الناس يمرون إيه بين يديه. دي الرخصة، ورخصة المصلي أن يمر ده في المساجد الحرام وفي غير الحرام. المصلي إذا جاءه عذر وأراد أن يخرج فليمشي وسط الصف ولا شيء عليه. بعد كده الشيخ هيتكلم عن إيه؟ عن مكروهات الصلاة. قال وكره تعوذ وبسملة بفرض ودعاء قبل القراءة وأثناءها وفي الركوع وقبل التشهد وبعد غير الأخير وبعد سلام الإمام والجهر به وبالتشهد. طبعا المكروه، تعريف المكروه، قال ما رجح تركه على فعله من غير ذنب. ما رجح تركه على فعله من غير ذنب، يعني
يعني الشارع لم يذم فاعل المكروه، لكن الأفضل أن لا يفعله، أن لا يفعل المكروه. هذه معنى إيه؟ المكروه يعني ما كان تركه أولى من فعله، ما كان تركه أولى من فعله. وإن فعله لم يذم عليه، يعني لا إثم فيه. ولذلك العلماء إما أن يقولوا مكروه أو جائز مع الكراهة، لكن إن تركه لأنه مكروه فله الثواب، إن ترك الشيء لأنه مكروه فله إيه؟ الثواب. زي مثلا تطويل الثياب مكروه، فلو تركه له ثواب، لأن التقصير تقصير الثوب سنة. إذن فتطويله مكروه ما لم يؤدي طبعا إلى الخيلاء والكبر، فده حرام طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر إلا من جر إزاره بطرا أي كبرا. يعني إذا أطال بنية التكبر والخيلاء حرام، لكن أطاله على سبيل الاعتياد أو الخياط، يعني أطال له السنة غير قصد، هذا مكروه، ده مثال للمكروه. لكن لو قصر الثواب فله ايه؟ ثواب، ثواب السنه. ما هو المكروه عكس السنه، وخلاف الاولى عكس المندوب او المستحب، والحرام عكس الواجب. الواجب ما يثاب على فعل ويعاقب على ترك، والحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. عكس المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب ولا يذم على فعله. فالشيخ بدأ وقال: وكره تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض أصلي، وجاز بنفل ولو كان النفل منذورا، يعني لأن النذر يحول المندوب إلى واجب. يعني واحد نذر أن يصلي ركعتين أو أربعة أو عشرا، يبقى صارت الصلاة واجبة، فيجوز فيها أن يتعوذ وأن يبسمل في أول الفاتحة. قال: وتركهما أولى حتى في النفل أو الواجب المنذور ما لم يراعي الخلاف. شيخ الترتيب يقول: ما لم يراعي الخلاف. فالإتيان بالبسملة أولى خروجا منه، أي خروجا من الخلاف. ليه؟ لأن البسملة واجبة عند الإمام الشافعي، وهي آية من الفاتحة، وعند كثير من أهل العلم غير الإمام الشافعي برضه واجبة. فالعلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب. الشيخ علي الشيخ رضي الله عنه مالك دائما يكررها كثيرا، يقول: لأن العبادة المتفق على صحتها أولى من العبادة المختلف فيها. فلما العلماء يختلفوا في مسألة كهذه المسألة مثلا، يبقى الإتيان بها أولى. الاستعاذة مثلا واجبة عند كثير من العلماء كالإمام أحمد رضي الله عنه وداود الظاهري وابن حزم وسفيان الثوري. والأوزاعي، كل هؤلاء قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة.
كذلك الاستعاذة واجبة عند الإمام أبي حنيفة. الاستعاذة واجبة عند الإمام أبي حنيفة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين يعني في متن العشماوية ذكر أن المشهورة عند المالكين كراهة التعوذ والبسملة. قال: وذهب ابن مسلمة إلى أنها مندوبة، وذهب ابن عمر عالم من علماء المالكية على القول إلى القول بالوجوب. إلى القول بالوجوب، يعني إحنا المالكية عندنا ثلاثة أقوال: الكراهة والندب والوجوب. ولذلك الشيخ قال: فالإتيان بالبسملة أولى خروجا من الخلاف. لكن هل يأتي بها سرا أو جهرا؟ طبعا عندنا احنا يأتي بها سرا، والإمام الشافعي ومن أوجبها معه من العلماء قال يأتي بها جهرا. والثابت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة وأسر بها. جهر بالبسملة وأسر بها، وذكر ذلك الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغمالي والشيخ عبد العزيز أخوه بن محمد الصديق الغمالي في إتحاف ذوي الهمم العلية في شرح متن العشماوية، وفي مسالك الجلالة الشيخ أحمد على متن رسالة النبي زيد، يعني حرروا ان الاتيان بالبسملة اولى لورودها في السنة. يعني السيدة عائشة كما في البخاري سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم في البسملة. يبقى إذن هي كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدنا أبو هريرة برضه كان يجهر بالبسملة حين يصلي بالناس ثم يحلف ويقول: والله إني لأشبهكم صلاة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإيه؟ بالنسبة للبسملة يجوز الجهر بها ويجوز الإسرار بها خروجا إيه؟ من الخلاف، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمرين خلاص. ولذلك بعض الأئمة اختار الجهر وبعضهم اختار الإسرار. اختار إيه؟ الأفضل خروجا من الخلاف، يا إما يأتي بها سرا أو جهرا. يأتي بها على أي حال. نعم، لا ما يتركهاش، يتركها يبقى عند الإمام الشافعي ترك آية من الفاتحة صلاته باطلة. كان مولانا الشيخ صالح الجعفري مالك في الأزهر وكان يقول، كان يبسم ويقول: الشافعي أعرفه ويعرفني ولا أرضى أن يحكم ببطلان صلاتي. هكذا الشافعي أعرفه ويعرفني ولا أرضى أن يحكم ببطلان صلاتي. بس هو بعدين حضرتك اللي عم يجيبها في السر ممكن ينساها وممكن يتلاشاها. الله أكبر الحمد لله رب. لكن هو يتعود عليها، يتعود يجهر بها أحيانا ويسر بها أحيانا. إذا كان بينساها في السر يبقى يجهر بها حتى لا يقع في اختلاف العلماء. هو المالكية طبعا استندوا إلى أحاديث
حديث المسيء في صلاته أنه قال للمسيء ثم كبر واقرأ ما معك من القرآن، ولم يأمره بإيه؟ لا باستعاذة ولا ببسمله. والله أعلم.